هناك طموح لدى السيد الحلبوسي بأن يكون رئيس جمهورية، ولكنه لن يحصل على هذا المنصب مطلقا. الكرد من على استعداد التخلي عن هذا المنصب إذا حصلوا على فوائد أكثر مما هم عليه الآن. كما قلت لك، الكرد أذكياء في التعامل، أهدافهم هي التي تحدد اتفاقاتهم وليس العكس. وبالتالي فإن الزعامة السنية سيبقى لها البرلمان، والكرد سيبقون يحافظون على رئاسة الجمهورية، والشيعة سيحافظون على رئاسة الوزراء، ولكن قد تتبدل الأسماء ومؤكد. فهناك أسماء جديدة، تعرف أن السنة زعاماتهم تشترك في صناعتها الشيعة، الشيعة والكرد يشتركون في صناعة الزعامة السنية، وأينما يقررون هؤلاء باختيار زعيم للمنطقة الغربية أعتقد البوصلة تتوجه إلى زعيم آخر غير الزعيم الحالي. نعم.